بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي تساءل.
ولا Oh,
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا بالرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذل
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك ان شاء الله من الشاهدين. صدقت يا ربنا فينا خلق وابدعت فينا احكام، حقا انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اخوات الايمان والاسلام، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة الكريمة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود بن النجار قارئ الدول العربية وإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة الثاني البارود. أما على أحدث وأقوى مخفضات الصوت الحديثة والإنارة الكهربائية والفراشة الشعبية والمعرض الفني، اطلبوا محلاتكم الكبرى، محلات
مقدس ومخازن المتوكلين على الله الحاج حماده عبد الخالق زغلول واولاده المقيمين بمركز ومدينه السيد بارود، وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا والبقاء